السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Treatment of varicose veins. أكيد يا جماعة لما نيجي نفكر في treatment of varicose vein، أكيد أول كلمة لازم هنقولها هي الفاريكوز فين دي برايمري ولا سكندري؟ طبعا لو كانت برايمري نقول الكومنست اللي هو 85% من الحالات على الأقل. البرايمري فاريكوز فين التريتمنت بتاعها مينلي بيكون كونزرفاتيف تريتمنت. كونزرفاتيف تريتمنت بالذات انديكيتد قوي لو ايرلي انكومبليكيتد برايمري فاريكوز فينز اللي هي على بلاطه، يعني اللي هي سبايدر فاريكوز فين او ريتيكولار فاريكوز فين. وتقول للست مضايقاكي في حاجه، تقول لك والنبي ابدا يا اخويا، ولا تفرق معاها كوزموتيك مش كوزموتيك. الناس اللي هم بقى البلدي والناس اللي لو سوشيال كلاس تقول لك ولا تفرق معايا، فكوزموتيكالي مش فارقه معاها. برضو الكونزرف تريتمنت انديكيتد في الحالات اللي كونترا انديكيتد فيها السيرجري او الانجكشن تريتمنت، او كونترا انديكيتد ان انت تسد الفينز دهيا، زي حالات ايه؟ طبعا السيرجري اكيد كونترا انديكيتد لو واحد unfit for surgery او refusing surgery. زائد طب انجكشن تريتمنت ما تحقن الفينز دي عشان اقفلها ونخفيها تبقى كده؟ لا في حالات البريجنانسي، لان تعتبر الدايليتد فينز يا جماعه اللي بتظهر دي في رجل العيانين اثناء البريجنانسي دي تعتبر الكولاترالز اللي ربنا خلقها عشان تساعد في الفينوس درينج لحد ما يبقى الست دي بعد ما تولد نبقى نشوف هنعمل ايه، هنعمل انجكشن تريتمنت ولا سيرجري ولا ايه بالظبط. فعلى فكره لو الست دي حامل ملهاش غير كونزرف تريتمنت، عشان الكيس ستادي اما بتجيلكم في الاسئله اول لما تلاقي فاريكوز فين وبريجنانس دي ملهاش غير كونزرفاتيف. هدفك ايه في الكونزرف تريتمنت ده؟ هو بقى الكونزرف تريتمنت الايم منه ان الفاريكوز فين دي ما تزيدش وما تبقاش اكبر، والست لو عندها وجع نعمل ريليف للبين والست دي ما يجيلهاش الوجع ده. هتعمل لها ايه بقى الست ده هي ككونزرف تريتمنت؟ ايه الميثود؟ اول حاجه افويد ذا بريدسبوزنج فاكتور، يعني ما فيش وقفه كتير وما فيش قعده كتير. بس طبعا ده كلام نظري، هي شغلانتها انها قاعده على مكتب او واقفه في محل. فالستات دول بقى بيبقى الحل بتاعهم الصراحه ان احنا لازم نلبسهم above او بيلوني elastic stocking اللي هو شراب الدوالي المشهور اللي زي ما خدناه في الدي في تي، اللي هو بيضغط من تحت لفوق عشان يساعد الفينوس ريتيرن فروم ديستال تو بروكسيمال من تحت لفوق. وطبعا انت بتستخدم above knee او بيلوني elastic stocking حسب الاكستند اوف ذا فاريكوز فين. هو الاكستيك ستوكينج ده برضه من فوائده ايه؟ من فوائده ان انت ضاغط على الفينز. فاحنا كنا بنقول الفينز صايعه السوبرفيشال ده هي وان سبورتد فبتوسع براحتها. لا انا الالاستيك ستوكينج ده سبورت وكمبريس السوبرفيشال فينز ويمنع الدايلاتيشن بتاعتها. زائد كمان تقدر تضيف عندك ان هو كمان بيمنع الاديمه لانه ضاغط على الاكسترا سيلولار فلويد وبيساعد على الدرينج بتاعه. برضه من اهم الحاجات غير الالاستيك ستوكينج الاكسرسايز. الستات دول او الرجاله دول اللي واقفين في المحلات لازم نقول لهم يا جماعه طول ما انت واقف تعمل بلانتر فليكشن ودورسي فليكشن، بلانتر فليكشن ودورسي فليكشن، عشان تشغل الكاف ماسلز وتشغل البريفرال هارت اللي يسرع لك الفينوس ريتير. او على الاقل طول ما انت واقف تعمل كده محلك سر ثلاث اربع خطوات كده اهو، تحرك العضلات بتاعت رجليك كلها. فالاكسرسايز برضو في منتهى الاهميه. العيان ده برضو ينصح بان هو يعمل ريجيم ويخس، لان كل ما قل الفات كل ما كان ده احسن له،
لان كل ما كان الفات كتير قوي في السبكوتينيوس تيشو بقت الفينز ان سبورتد اكتر واكتر. العين ده نقول له يا حبذا يا حبذا، لو انت قاعد مثلا بتتفرج على التلفزيون تحط كرسي قدامك وترفع رجليك، لو انت مثلا نايم ارفع رجليك على مخدتين. فدايما العيان ده يرفع رجليه بقدر الامكان عشان نشجع الفينوس ريتيرن. العيانين دول بقى ممكن نفكر كمان بتوع البرايمري فاريكوز فين في العلاج بقى نمره 2. لو كوزموتيكالي بقى مضايق العيان، واحده ست عندها سبايدر فاريكوز فين زي كده وكوزموتيكالي مضايقاها، او عملنا عمليه واتبقت الفاريكوز فينز دهيا للسبايدر برضو وعايزين نخلص منها، فريزيدوال سمول فاريكوز فينز ممكن نفكر في فلويد سكليروسيرابي. فلويد سكليروسيرابي ده يا جماعه بيفضل قوي في الفينز اللي هي 1-2 ملي زي اللي احنا شايفينها دهيا. ايه الفلويد سكليروسيرابي ده؟ هون العيان ده هون وهو واقف عشان الفينز تبقى واضحه قوي 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 قوي، ونعلم على المكان بتاعها، نعمل لها ماركينج، وبعد كده هون الست ده هي تنام ونرفع رجليها واروح مداخل جوه الفينز اللي انا معلم عليها دي ثرو فيري فاين نيدل وحقن سكليروزنج ايجنت زي الماده مثلا اللي انا كاتبها لكم دي، بحقن 1 ملي بولي دوكا نول، بولي دوكا نول. دي بتعمل ايه في الفينز؟ بتعمل دامج للاندوثيليوم، وعلى طول اول ما بحقن بروح اعمل كومبريشن باندج عشان انا عملت دامج للاندوثيليوم اوف ذا وول اوف ذا فينز. طب ما اعمل بريشر باندج لمده 4 اسابيع، الاندوثيليال دامج ده هيكون حصل له فايبروزس ويز اوبليتريشن اوف ذا فين، ودي النتيجه قبل الحقن وبعد الحقن. فده اسمه فلويد سكليروسيرابي. وخد بالك ما دام انا قلت فلويد سكليروسيرابي ليه يعني ما سكليروسيرابي وخلاص؟ لا، لان في نوع تاني احدث منه واحسن منه 100 مره اسمه فوم سكليروسيرابي، هناخده كمان ثواني. ايه الكومبليكيشنز بتاعت السكليروسيرابي يا جماعه؟ الكومبليكيشن بتاعت السكليروسيرابي ان انت ممكن تحقن غلط، بدل ما احنا بنحقن جوه الفينز تروح حقن بره الفينز، والمواد دي على فكره ايريتنت قوي في السبكوتينيوس تيشو، دي ممكن تموت السبكوتينيوس تيشو وتعمل سلافينج اوف ذا سكين. الفينز دي على فكره يا جماعه انا علمت عليها والعيان واقف، لكن اما حقنت وهو نايم ويا ريت كمان وهو رافع رجليه عشان احقن في امتي فين. لو انت لسه غشيم واول مره تعمل الحكايه دي ورحت ناسي وعاملها وهو واقف، حقنتها في الفين وهو مليان دم، ساعتها السكليروزنج ايجنت ده هتروح مجلطه الدم اللي جوه الفين، تعمل ثرومبس جوه، والثرومبس ده هيبقى ليها بعد كده ريكانالايزيشن وريكرنس اوف ذيس فاريكوز فينز. تصور بقى واحد برضو غشيم كده في الاول قال لك كده انا هحقن سنتي ليه يا راجل؟ ما تحقن 3 4 سنتي عشان النتيجه تبقى حلوه قوي. طبعا ال 3 4 سنتي دول ممكن بقى يمشوا في تيار الدم، وبعض الماده دي توصل للديب فينز تعمل دامج للاندوثيليوم في الدي فينز، وتبقى الحكايه قلبت بغم وقلبت بديب فينوس ثرومبوس. يا ترى الانجكشن سكليروسيرابي دون او الفلويد سكليروسيرابي كونترا انديكيتد في بعض الحالات؟ طب اتصور لو انت عندك سيبتك ثرومبوفلبايتس تحب تخش وتحقن جواها عشان تعمل ديسيمينيشن اوف انفلاميشن وانفكشن وتعمل لي ابسس. الحكايه دي يا جماعه كمان كونترا انديكيتد في اي واحده ست عندها تندنسي للدي في تي الهاي ريسك جروب، زي مثلا واحده ست بتاخد حبوب منع الحمل. طبعا توتالي ان انت تخش تقفل الفينز دهيا
كونترا انديكيت تماما لو الديب سيستم مقفول، لان زي ما قلت لك تعتبر الفاريكوز فين ده هي الكولاترالز اللي ربنا خلقها تو باي باس ذا اوبستراكشن، والحكايه دي تبقى كونترا انديكيت في حالات البريجنانسي او بيلفيك او ابدومينال تيومر او اكتيف دي في تي والديب سيستم مقفول. فعموما الديب سيستم لو مقفول نتيجه اي سبب زي بريجنانسي دي في تي اي ابدومينال تيومر بيلفيك تيومر او حتى الواحده ست اوردر الدي في تي عشان الكونتراسبت بيلز بتاخدها، الحكايه دي كونترا انديكيتد. بعد كمان في عندنا بقى حاجه بيحبوها قوي بتوع الجلديه وبياكلوا بيها عيش اكل فظيع يعني، الحكايه ده هي دي بقى لا جراحه ولا حتى حقن ولا حاجه خالص، ده كده هو حاجه كده هو عامله زي طرش البطاريه بتطلع ليزر لايت هاي انتنسيتي ليزر لايت فريكوانسي جامد جدا، وليزر لايت بهاي انتنسيتي مركز جدا وشديد قوي، ده اسمه العلاج ده اسمه سيرفيس ليزر تريتمنت. ده انا بعدي على الفاريكوز فين بالضوء ده، بعدي على الفاريكوز فين بالضوء ده تبص لها اختفت. طبعا دي عز وفي منتهى الجمال في السبايدر فاريكوز فينز. في السبايدر فاريكوز فينز انا بمشي على الفينز دهيا بهذا اللايت القوي جدا جدا جدا، يحصل ايه للفينز دي؟ بتسخن جامد جدا، وتبص تلاقي حصل لها كونستريكشن وديسترويد وابزوربد، ده من الضوء ده شديد قوي بحيث ان هو ما بيقع على الفين بيعمل له على بلاطه كده هون بقى بالحراره بيروح عامل نيكروزس في الفينز، فازو كونستريكشن ونيكروزس وابزوربشن بعد كده هو وخلصنا من الفينز دي خالص. طبعا انت على فكره ساذج بقى هتقول لي الفينز سدتها لي، الفينس ريتيرن اوف ذا لور ليمب هيروح فين؟ بقول لك ايه بقى، الفينس ريتيرن اوف ذا لور ليمب عندنا 500% خمس اضعاف اللي انا محتاجه. انا في العمليات الجايه امال هتنتحر بقى ما تسمع في العمليات الجايه انا هشيل اللونج سافنس وممكن اشيل الشورت سافنس ولا بيتاثر الفينس ريتيرن اوف ذا لور ليمب. ففي شويه سبايدر فاريكوز فينز كده هو وقفلت الفينز دي ودمرتها تماما طز ولا يهمك، مش هيحصل اي امبيرمنت للفينس درينج. العيان ده هو بقى نجيله للموست ريسنت والموست بوبولار ولده اللي دايما بقى دلوقتي هو ده اللي يعتبر علاج الفاريكوز فين، وساعه ما يجيلك في الام سي كيو تختاره على طول من غير ما تفكر. ايه ده بقى ان شاء الله؟ الترا ساوند. بنعمل عيان ده هو الترا ساوند عشان اشوف الفينز ماشي، وبعدين الفينز دي بقى بالذات بنعمل لها العلاج ده لو كانت كبيره حاجه بتاع 4 ملي، فدي تنفع قوي لفاريكوز فين كبيره 4 ملي دي مش قليله زي دي كده اهو. بنعمل بقى ايه واحنا شايفين الفينز دي بالالترا ساوند؟ بروح داخل بالابره بتاعتي بفيري فاين نيدل عشان احقن جوه الفينز ده هي ايه فوم. تبص تلاقي الفوم ده هو راح على طول مقفل لك الفاريكوز فين واختفت، ودي النتيجه. بس على فكره مش ده اللي انا قصدي عليه ان انت في الام سي كيو تختار في اللي احلى منه على فكره كمان ماشي. فده في التراسونيك جايدد فوم سكليروسيرابي. اللي قصدي بقى ان هي فعلا تعتبر احسن علاج لللارج فاريكوز فينز بالذات يعني، وبيني وبينك طبعا دي التراسونيك جايدد فوم سكليروسيرابي دي حلوه قوي وفعلا اللي تختارها لو حجم الفاريكوز فين اقل من 4 مللي. طب لو حجم الفاريكوز فين بقى كبير يعني، العلاج المفضل دلوقتي المينيمال انفيزيف سيرجري باندوفاسكولار سيرمال ابليشن، ده بقى بيتعمل للفاريكوز فينز الكبيره لونج سافنس كده وكبير بقى واكبر من 4 مللي بكبير بكتير، ده نعمل له ايه؟ ده زي ما بقول لك اهم علاج دلوقتي للفاريكوز فينز الكبيره. وعلى فكره برضو لو في الحاله قال لك حجم الفاريكوز فين يبقى تتاخد في الاعتبار،
في العلاج. فطبعا لو هي اقل من 4 مللي فعلا الفوم انجكشن ده في منتهى الجمال، لكن لو اكبر من 4 مللي اندوسكوبيك سيرمال ابليشن، سوري اندوفاسكولار سيرمال ابليشن. الاندوفاسكولار سيرمال ابليشن ده بقى بعمل ايه؟ ده اندر لوكال انستيزيا وبرده التراسونيك كنترول. التراسونيك كنترول، فاخد بالك انت العلاج المفضل لينا دلوقتي التراسونيك جايدد. لو اقل من 4 مللي اللي فاتت اللي هي فوم اسكليروسيرابي، لو كبيره بقى اكبر من 4 مللي يبقى اندوفاسكولار سيرمال ابليشن التراسونيك جايدد لوكال انستيزيا التراسونيك جايدد، وروح داخلين جوه الفين بقسطره. يعني هو ده الفاريكوز فين اهو في الاول، ورحت داخل بيه بفيري فاين كاستر جوه اليومن، وجوه اليوم بقى هروح مطلع لك ايه؟ مصدر حراره فظيع براديو فريكوانسي او ليزر. فكاستر طلع لك راديو فريكوانسي او ليزر، وده نفس ساعتها النتيجه بقى ساعتها. شوف احنا بس طلعنا اهو الكاستر وطلعنا مصدر الحراره وطلعنا الحراره، واسحب بقى القسطره. كل ما تسحب القسطره تبص تلاقي الفين بيبقى كونستريكتد، تسحب القسطره والفين يبقى كونستريكتد، تسحب القسطره والفين يبقى كونستريكتد لحد اخر العمليه بتاعتك. الفين بيبقى كونستريكتد وكواجيوليتد وبيتقفل. فالاندوفاسكولار ثيرمال ابليشن از ذا بيست تريتمنت ريبليسنج السيرجيكال تريتمنت، تقريبا قضى على السيرجيكال تريتمنت. عشان كده بيني وبينك ان احنا نقول سيرجيكال تريتمنت فده نادر جدا 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 دلوقتي، لان الحكايه دي اندر لوكال انستيزيا ادخل قسطره جوه الفين واسحبها. هو انا بسحبها الفاريكوز فين دي بتختفي؟ ده عز الصراحه. في عندنا برضو فاريكوز فينز يا جماعه، طبعا دي النتيجه بقى بتاعت الاندوفاسكولار سيرمال ابليشن. شايفين فاريكوز فين دي مش كبيره قوي، وتصور عندها اختفت، ده بقت رجليه احسن منك. نيجي بقى للفليبكتومي. فليبكتومي دي للارج فاريكوز فينز جامده جدا جدا جدا، واللارج فاريكوز فينز ده هي في مناطق متبحتره بعيد عن بعض، مش في لونج سفنس مثلا اخش كده اهو بالقسطره واروح راجع وخفيها زي الاندوفاسكولار سيرمال ابليشن اللي فاتت. لا، ده فاريكوز فينز كبيره بس كده متبحتره بعيد عن بعض. فدي بقى تعمل لها ايه؟ بسيطه قوي، بعمل سمول انسيجن. شايفين انسيجن عامل ازاي؟ تقريبا 2 مللي، واروح مصطاد الفاريكوز فين ديا واقعد اشده 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 اشده، واروح اعمل له لايجيشن وقطر. اهي بخش من خلال انسيجن صغير خالص على الفين، واروح شد وشد 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 لبره، ولايجيشن اند ديفيجن، شلت كل الفاريكوز فين ده هنا اختفت. دي اسمها امبيولاتوري فيليبكتومي. زي ما انتم عارفين طبعا فيليبو يعني ايه؟ فيليبو يعني فين، واكتومي يعني اكسجن. فاحنا بنعمل فيليبكتومي يعني اكسجن اوف ذا فينز. وكده بقى وصلنا لشويه حاجات كده هون، ارجوكم تبقوا تشوفوها على اليوتيوب. الفيديوهات دي حلوه قوي للتكنيكس اللي فاتت ده هي، وخصوصا عشان تفهموها وعشان تحفظوها وعشان تشوفوها من وحي كانك حضرت العمليه دي قبل كده هون. والتريتمنت اوف فاريكوز فينز اللي انا قايله لكم ده يا جماعه مش موجود في معظم الكتب اللي بالتاليف لمؤلفين عرب، وحتى مش موجوده في كتاب كليه الطب القاهره، وبيحطوا التريتمنت كانه كلاسيكال سيرجيكال تريتمنت اللي عفى عليه الظهر وبقاله حاجه بتاع 15 20 سنه ما بيتعملش. وعشان كده بعض الناس تقول لك ده دي حاجات للبوست جراديوت، لا ده هو ده دلوقتي اللي بيتعمل في العيادات وفي المستشفيات. والكلاسيكال سيرجيكال تريتمنت اللي انا هقوله في فيديو جاي ده هون، دي يعني عفى عليها الظهر ونادر جدا جدا ان احنا نعملها دلوقتي في بعض الحالات المعينه. فانا طبعا يعني بقول لكم احدث حاجه والحاجات اللي فعلا بتتعمل الريسبكتيف للجامعه اللي انت فيها.
لان هو ده الصح للعلاج بتاع الفاريكوز فينز، مش العلاج السيرجيكال التراديشنال الكلاسيكي اللي انا هقوله في المحاضرة الجاية. Thank you for good listening and good luck.